نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة. أنا عندي هذه ماماتي كانت عندي باردة في الثلاجة، درتها في ميكرو اوند شوية باش تطلق ليا باش تساعدني على الخدمة. غادي نديرو كاس ونص ديال السنيدة، نعبرو كاس ونص، نزيدو النص كاس ونص، صافي نحاول نخدمها مزيان. تتولي عندنا بحال بوماد. ورجع معكم، غادي نضيف على واحد قبصه ديال الملح غير قبيصه، وغادي نضيف كاس ونص ديال الزيت، زيت المائده. نحاول نخدمها مزيان، تندخل هاد الزيت مع هاد الزبدة. نخدمها مزيان ونرجع معاكم. غادي نزيد عفوا طاحت ليا، غادي نزيد واحد معلقة صغيرة ما عامراش ديال الفاني أو ساشية، نحاول ندخلها مزيان. وغادي نضيف واحد 250 غرام ديال الكوك، صافي نحاول ندخل هاد الزبدة مع هاد الكوك. 250 غرام ديال الكوك، الكوك يكون نوعية جيدة. غادي نضيف واحد خمارة، صافي نحاول ندخلها حتى هي. وغادي نضيف فويتين، هاد الفويتين ضروري خصو يكون مقرمل، اللي ما كيتوفرش عليه مقرمل راه يجيبو ويدخلو الفران يكون بارد ويخليه شويه، راه كيتقرمل انتما كما كتسمعوا القرمشه ديالو. الا ما كانش فيه هاد القرمشه راه هاد الحلوه عندنا راه ما كتجيش مزيانه، يعني ضروري خصو يكون كيتقرمش باش ينجح معنا هاد الحلوه. ندخلها مزيان وغادي نجمع بهاد الدقيق، صافي كيف ما قلت لكم غادي نجمع بالدقيق. الدقيق كيبقى على حسب الخليط، انا عندي هاد الدقيق راه مغربل، صافي نحاول نجمع هاد الخليط عندي حتى نحصل على واحد العجين غيكون تقريبا مرمل وما يكونش رطب بزاف، يكون شويه مجموع لان الحلوه راه كتجي بحال الشكل ديال الصابلي. قبل ما نجمع مزيان هاد الخليط غنحاول نقسمو على جوج، واحد غادي ندير فيه الكاكاو وواحد غادي نخليه عادي. غنحيد هذاك اللي غادي ندير فيه الكاكاو نخليه على جنب، هاهو غادي نخليه على جنب، صافي ونحاول نجمع هذا راه باقي كيبان ليا باقي جاري، نحاول نجمعو ونرجع معاكم. انتما كما كتشوفوا كتجي لها هذا الشكل، راه كتجي كتفرتت ما تخافوش، اصلا راه هي العجين كيكون بحال هكاك يعني ما كيتجمع غير بالزيت باش ينجح معنا هاد الحلوه. كما كما كتشوفوا كيفاش كتجي، يعني واخا تفرتت لكم ما تخافوش، صافي ندوز نخليها على جنب ونجيب هذيك اللي غادي ندير فيها الكاكاو. نخلي هذه على جنب وغادي نجيب الاخرى، نحاول نحلها بحال هكا باش ندير فيها الكاكاو
غادي نستعمل الكاكاو. شوف نتوما الكاكاو اللي عندكم بغيتو تستعملوا، انا غادي نستعمل المر. شوف نتوما واش بغيتو تستعملوا المر او الحلو. صافي نحاول ندخل هاد الكاكاو وهي باقا جاريه، حيت اللي درنا الكاكاو وهي وكنا جامعينها بزاف بالدقيق غادا تقصح. انا حاولت نخليها جاريه شويه حتى يدخل هاد الكاكاو، عاد نزيد الدقيق بحال هكا. شوف نتوما اللون اللي بغيتو ديال الكاكاو، بقاو ضيفوا الكاكاو حتى تحصلوا هذاك اللون اللي بغيتو نتوما. صافي غنبقاو نجمعوا فيها دابا، نبقاو نزيدوا في الدقيق حتى نجمعوها. صافي تجمعات بحال هكا على هذا الشكل، حتى هي راه ما كتجمعش دغيا. صافي خليوها على جنب. صافي ما درتش الكرات بحال هكا، ماشي سهله عليا. غادي نرش الدقيق صافي، وغادي نقرص غير بيديا بحال هكا. نحاول نقرصها بيدي، ما نستعمل لا مدلك لا حتى شي حاجه. نحاول ما نرققش بزاف، وغادي ناخذ كاس غير كاس، يعني هاد الحلوه راه ساهله ما كنستعمل فيها لا قطاعه لا مدلك لا حتى شي حاجه. ونحاول نقطع بحال هكا، كل واحد يقطع القياس اللي بغى. انا غادي نديرها صغيره بزاف على هاد الشكل ما كتشوفوا هلال. بغيتو ديروا كبر من هذا راكم تقدروا ديروا. نحاول نقطع الثانيه، ندير شويه الدقيق. بغيتو تغلضوا غلضوا، بغيتو ترققوا رققوا نتوما اللي بغيتو. صافي نبقى نستمر على هذا الشكل، نديرها في اللاطه هنايا بلا ما تباعدوا، راه ما كتنفخش وما كتزيدش على هذا الشكل. نقطع الثانيه صافي، نبقى نستمر على هذا الشكل حتى كنسالها كامله. راه ساهله. صافي نكملها كامله ونرجع معاكم. هانتوما كتشوفوا السمك ديالها، نتوما كتحكموا فيها بغيتوها رقيقه ولا شويه. انا كنديرها هكا ماشي رقيقه ولكن شويه، راه اصلا كتجي مقرمشه. نحاول نكمل كلشي، ملي كتشاط لينا هاد العجينه كنعاودو نجمعوها غير بيدينا ما كنعجنوهاش، ونعاودو نقطعوها ونرجع معاكم. كما قلت لكم كنحاول نجمع هاد العجين، راه اصلا عجين مرمل، جمعوه غير بهذه الطريقه يعني ما تعجنوش. انتما كما كتشوف كيفاش كنجمعو انا غير بحال هكا هكا. نخليه يرتاح شويه، نجيب الكره الاخرى بما ارتاحت ليا هذه حتى هي نقرصها. بغيتو ديروا الدقيق ديروه، بغيتو ما ديروش ديروش. انا كنحاول نقرصها بهادي، ما كنقرصش بيدي كامله. قلت لكم اللي بغى يستعمل مدلك استعملوا، انا كتجيني هاد الطريقه يعني براتيك. حاولوا تمسحوا من هنايا ضروري. هيا من بعد ما كملتها ندوز دابا ندخل الفران نطيبها الطياب العادي. العجين اللي بالكاكاو غادي نديرو نفس الطريقه ديال اللي درنا الاولاني، جات على هذا الشكل. ندوز دابا ندخلوها نديروها الطيب. شوف الشكل ديالها كيفاش كيجي. هيا من بعد ما خرجتها من الفران جات على هذا الشكل. الشكل التالت درتو على هذا الشكل ديال قهوة، حبة قهوة حديت واحد شوية من العجين أو الخليط ديالنا، درت فيه النكهة ديال القهوة باش ندير هذا الشكل. شوفوا نتوما أنا بغيت ندير هاد الاقتراح وصافي، باش نحاول نبدل. كان بحال هكا كنديروها كورة شوية، كنحاولو بحال نطولوها غير شوية ماشي بزاف، كتجي واحد المعلقة. كنحاول نقبها من هنا، نجيب بحال هكا باش نديرو الشكيل ديال القهوة
بهذا الشكل. حبيبات قهوة نكملها كاملين ونرجع معكم.